اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد العادل العالم العامل الفاضل البادل الأجود الجواد العارف المذكور في الهداية والإرشاد المدفون بأرض بغداد السيد العربي والإمام الأحمدي والنور المحمدي الملقب بالتقي أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الأئمة الطاهرين يا مولاي والسلام.